ورد بشرى، وي 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 انا بدات وي القصه وي ديالي وي. مع هاد القطوط. ابو هريره رضي الله عنه قال ما كان مربي هذا الكم الهائل ديال القطوط مع هاد البكمه. دابا تقريبا هادي راه شي 5 سنين هكاك. بدات بان كان عندي مشكل نفساني، والحمد لله الطبيب نصحني وقال لي قطي قطه تربيها. ربيها ربيتها وفعلا الحمد لله تحسنت الحاله ديالي، ولكن القطوط بداو تبارك الله تيتكاثروا. الجيران ما قبلوهم شيء، صافي مشاو للسلطات. السلطات قالك لا انت ما يمكنلكش تقبطي هذا الكم هذا القطوط كاملين في الدار وهذا. ايوا بغيت ندير جمعيه، فاش مشيت ندير جمعيه قالك لا خصك تجيبي المقر. بزاف اصدقاء بزاف. دابا واش خصهم ديال الماكله في النهار؟ في نظركم شنو الدور ديال هاد جوج كلاب وما يحضيو دوك القطوط؟ ويلي 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 ديب هاد اللعيبه هادي شنو هي؟ شنو تعني القطوط وما دوك النسويات ياك ودوك جوج كلاب هما الناس غير دبيلايني؟ لا دونك بعض المرات تجي تقول لك ديك فيمينيست لا جو سوي انديبوندونت، ما يجيش راجل يخدم عليا، ولكن راه في الاصل راه هاد جوج كلاب اللي حاضرين دوك جوج دوك الكم الهائل القطوط. شنو قلتو لها كيفاش داير ولا لا؟ هي قالك لا خصك تجيبي المقر. المقر قلت لهم ما عنديش، الدوله تعاونني وتعطيني مقر اي بلاصه هذا تعطيها لي ونطلب الناس يعاونوني يصلحوها لي وندير فيها المقر. قال لك ما عندناش، انت خصك تجيبي. صافي خرج كريت بديت نكري انا وياهم. مكناس كاملين راه اكثريه الناس كلشي راه تيعرفني، لان راه المعاناه اللي عانيتها معاهم مع مالي الكرا ما تيقبلوهمش، اولا الجيران ما تيقبلوهمش. الا قبلهم مول الدار الجيران ما تيقبلوهمش، ولا ما قبلوهمش بحال دابا الناس ما متقبلينش الفكره بان يكون عندك بزاف نتاع القطوط معاك في الدار. هما كلشي تيفك او سي نورمال حتى ما فيك ما والو خالتي، ولكن الاجر ديال الله ديالك مع الله عظيم. تقدري تدخلي الجنه بعينك مغمضين، ومن اطعم مسكينا هذوك ماشي مساكن. فكر بان المرض هو راه ما خص الواحد يخوف من سيدي ربي. ربي الا بغى يعطينا شي حاجه راه يعطيها لنا، واخا ما عارفين نهربوا ونتخبعوا راه يعطيها لنا. الواحد خصو يكون حنا عطانا الرحمه تيشوفنا اش غنديروا بها. انا ربي عطاني الرحمه نبهني لهاد البكمه هادي، صرفتها في هاد البكمه الحمد لله. اجر مع الله، لان اجر مع الله ما تيضيعش نهائيا. هي المشكل اللي عندي دابا هو انا لقيت البلاصه اللي غادي ندير فيها الجمعيه، ولكن خاصها الصلاح بزاف. انا بديت راه ماشي راه تبارك الله راه الناس عاونوا الله يجازيهم بخير، ولكن وقفت دابا لان لا اله الا جد الله الا جد سيدي ربي. واخا راه المعاناه ماشي هنايا، انت تحدشي هنا راه الماء عندي لا ما لا ضو ما كاين، والترونسبور باش نوصل هي بعدا الضو هي باش نخبع هي الماكله ديالهم ما عنديش. الناس الله يجازيهم بخير هما تيعمروا لي الماء، وعندي البير تنسقي منه باش نغسل الماعن ونقضي الحاجيات ديالي نتاع اليوميه دي معاهم وهذاك الشيء. كدوزي النهار ديالك احسن حاجه هي انك تدوز نهارك معاهم. ولكن بلاتي خالتي تفهموا على واحد النقطه، اول حاجه علاش بعد انا عاد اكتشفت على ان علاش الناس ما بغاوكش تربيهم، اول حاجه الامراض، ثاني حاجه الخيريوان. وتخيل معايا انت عندك 100 قطه 100 قطه تبيع لزليك كيفاش دير معاهم دابا؟ وهذا البعلوزه ديال القطوط البعلوزه ديال القطوط تتكون رائحه ديالها مضاعفه ديال على ديال الكلاب في 100 مره علميا. هادو سير بحثوا عليها في جوجل ما تلقاوهاش. مثلا حاجه شنو المعنى ديال انك تشدي مثلا هذا الكم الهائل ديال القطوط؟ فهمتي شنو الهدف؟ ربي قال لك اطعمي طيرا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ربي قال هو اللي قال له قوله الله تعالى ما عليناش، قال له اطعم، قال لك اطعامي اي واحد تيمشي في الارض من الحيوانات اولا تيمشي في السماء، ما قالكش سدي عليهم بحال هكا هكا لا، انت درتي مثلا الاجر مع القطوط ودرتي ذنب في نفس الوقت، بنتي تتكبي الماء في الرمله. وعندي البير تنسقي منه باش نغسل الماعن ونقضي الحاجيات ديالي نتاع اليوميه دي معاهم وهذاك الشيء. كدوزي النهار ديالك احسن حاجه هي انك تدوز نهارك معاهم احسن حاجه، لان بزاف نتاع الحوايج المحنه بعدا اولا وتيخليوك بانك تكون تتنشط معاهم. هذا تينقص عليك وهذا يضحك عليك وهذا يضحك معاك وهذا يجي يقول لك ويدور لك وجهك باش تشوف فيه وهذا زعما لا اله. هي المحنه حنانين بزاف اكثر من بنادم. المحنه ديال القطط انا نقول العالم ديالهم راه والله يدخل له الواحد ما يسخى يخرج منه نهائيا، لان راه واحد العالم ديالهم في شكل بزاف نتاع الحوايج تي بدا انا بعدا نسيت الدنيا وما فيها نساوني
كل شيء، ما بقيت نفكر حتى حاجه، تنفكر غير بصدر ربي والخير اللي غادي نلقاه مع هاد الحكمه هادو. واي واحد دار فيهم الخير راه هذا هو اللي كاين الجزاء مع الله سبحانه. دابا عندي راه تقريبا شي 100 وشي حاجه، عاد مازال عطيتهم لان كنت زيرت واحد الدار كانت ما فيها الشراجم وسكنت فيها 5 شهور وانا ما لقيتش كاع الكرا، وكانوا كنت عطيت شي قطوط وبقاو فيا الحال. علاش؟ لان ما كانش عليا نعطيو، ما تنبغيش نعطي حتى شي حد لان تنخاف بلا المعاناه مع الناس عاوتاني على حساب القطوط. نيتي اكسري نيتي حد بقى كاع الا مرض شي قط ولا هذا ولا كلب ولا اللي كان في الزنقه في الدار ضروري من الطبيب. البياطيره نتاع مكناس راهم عارفيني، راه مخليه حتى واحد حتى بيطاري ما مشيتش عنده، الا ما لقيتش الدواء عند هذا تمشي عند الاخر، وانا غادا حتى تنلقى الدواء عند اي بيطاري نتا نداويه. لا في الزنقه واخا نلقاهم غير في الزنقه نديه نداويه. مصروف الناس الله يجازيهم بخير كانوا تيعاونوني في الكرا، دا كانوا محيدين عليا الكرا ما كنتش نفكر فيه، والمصروف من ذاتي. تنوكلهم كنت بحال دابا الدجاج بحال دابا الكلاب رجلين وجناوح تنطيبهم ليهم ونحيد لهم الضفار للرجلين ونعطيهم لهم. القطوط عندي انا الريوس وهذا والريه الصغار الريه والكبار الريوس، والخبز عاوتاني مع الحوت اكثريه الخبز مع الحوت تناخذ لهم كبيله تنطيبها ونخلطها مع الحوت ونعطيها لهم. انا ما تناكلش الحوت ربيني. جاتهم شي خنشان تاع الكروكيت تنعطيها لهم، ولكن لحقاش بزاف عليا الكروكيت. انا كنت نشريه كانت خنشه ديال 20 كيلو تدوز لي 3 ايام معاهم. انا المطالب ديالي هي بغيت ناسس جمعيه، بزاف خاصني بزاف نتاع الاصلاحات هنايا، خاصني العوين نطالب المسؤولين انهم يرافوا بعد البكمه هذه ويعاونوني يعاونوني، لان راه جمعيه راه رحمه من تاع سيدي ربي، راه رحمه ولكن اختي لا اسمحي لي جمعيه مزيان ديريها عاونوها اصحاب الجمعيات ديروا لها جمعيه، ولكن بوان دو في ديالي ما بلاش انا تسدي عليهم بهذه الطريقه. دابا انت اللي تقول لي لا ما اسمع اسمع تخيل معايا دابا انت يا انسان ما تقولش لي لا ما كاينش لا هذاك حيوان لا انا انسان. اسمع حيوان خلقه ربي علاش باش نربيوه؟ لا خلقنا بحالنا بحالو فهمتو بلان باش نمشيو فوق الارض كل يدير خدمته قط يشكات او داك الشيء حنايا باش عباده وهادي وهادي. عبد الله تعالى تخيل ما يشدك انت شي واحد دابا انت هي انت تتفرج فيه ولا انت يشدك شي واحد مثلا ما يكون عندك لا فين تبات لا حتى شي حاجه حلك لك يشدك شي واحد ويخشيك في دار ولا بيت ويبقى يعطيك الماكله ويسد عليك ويمشي يعيش هو يتسكال او ثاني يجي الماكله طعم ويجي باش غادي تحس راه نفس الحاجه مع الحيوان. حيوان تواغ تيبغي يمشي يدور مع راسه يمشي يشمشم يضربك على زه هنايا يمشيك على زه هنايا يساطا وهو يمشي يشد لهيا مور ديك التلاله التلاله شتي مور يمشي يشد تما تكاتر ويتزاوجو فهمتي. دابا ديري اجر مع الله ربي اللي غادي يجازيك، ولكن عاوتاني تا ربي قال لك ما تسدوش الحيوانات ما تسدوش عليهم اي حيوان ما تسدوش عليه طائر سبع اي لعبه شكون انت اللي غادي تسد عليه. وهذا هو تشاو مي قلت شي كان في فيديو اليوم. المهم اللي عنده شي اللي ضيف بزاف نتاع الحوايج ما غاديش يبقى بحال دابا الكلاب ولا داكشي ما يبقاوش في الزنقه عندك الحق. المهم اي حاجه عندهم الحق انا حماق anyway.